مرحبا بكم معنا. أجيو اليوم نسارو في خنيفرة ونواحيها. خنيفرة عاصمة زيان، جات وسط جبال الأطلس المتوسط ونهر أم ربيع كيمر من وسطها. المنطقة كتميز مناظر طبيعية جميلة من غابات، جبال وبحيرات. تاريخ كيشهد لمدينة خنيفرة مقاومتها وصمودها ضد المستعمر الفرنسي في بداية القرن العشرين، وأهم يمكننا نذكره معركة الهري اللي كانت في 1914 بقيادة موحى أحمو الزياني، واللي عرفت فوز قبائل زيان والقبائل البربرية المجاورة على المستعمر الفرنسي. مريرت مدينة صغيرة كتبعد على خنيفرة ب 30 كيلومتر، معروفة بسوقها الأسبوعي اللي كيتنظم فيها كل خميس، واللي كتعرض فيها الزربية اللي كيتم صنعها محليا. سي سعيد، قلتي لي هذا السوق ديال الزرابيل ديال خنيفرة هو أقدم سوق في المغرب. هذا هو أقدم سوق ديال بيع الشراء ديال الزربية. هكذا تماما في المغرب. في المغرب وي. شنو المنتوجات اللي كنقدروا نلقاو فيه؟ كاينه الزربية قلتي لي، المرابطية. علاش تسمات المرابطية؟ المرابطية لحقاش نسبة القبائل أيت مرابط اللي هما جايين في مريرت في مويان أطلس. شي باش نقولوها الزربية المرابطية، ويا بحال قلتي لي ليمون فار وأحسن زربية تتنسج هنا في مويان أطلس في المنطقة. خلي هذه زربية، كاينه القطيفة عاوتاني. القطيفة هي تتكون اوني من الفوق وفيها دي موتيف من الظهر، باغ كونطخ الزربية لي موتيف من الظهر ومن الوجه. هكذاك قلتي لي القطيفة شنو مازال كاين؟ كاين القطيفة، كاينة تابيزارت، كاينة الحنبل، كاين الكيليم، كاين الهدون، كاين منتوجات كاملة منتوج كيلين. كاع المنتوجات ديال الصوف كلهم موجودين هنايا في السوق. هاد المنتوجات فين كيتصوبوا بالضبط؟ واش كيتصوبوا هنايا؟ هما تيتصوبوا في الديور، وكاين العيالات النساجات اللي تيصوبوا هادشي في الديور وفي المنازل ديالهم، وتيجيبوه نهار الجمعه في العشيه ولا السبت في العشيه لي زونشير في الدلاله، كدوزوا الحوان تيتزايدوا هذا وتيشريو. الرحلة ديالنا في خنيفرة ومريرت وصلت لنهايتها. إلى احتاجتوا المعلومات أكثر حول المنطقة، ما عليكم إلا تزوروا موقع www.lemarocjeune.com، وحنا غادي نتلاقاو قريب باش نكتشفوا مناطق أخرى في المغرب اللي كنبغي.